اخذناها وراثة عن الوالد الله يرحمه، ومستمرين فيها لغايه بقى لما ربنا يؤمر بامره. بنصنع فوانيس الازاز، كنا الاول كانت عباره عن فوانيس ازاز زياده مش مطبوعه ولا حاجه. دلوقتي مع تطورات الزمن والتطورات اللي احنا بنشوفها بدانا ان احنا نعمل نقش على الازاز، شغل كله كمبيوتر، شغل على السطيح. سنة بقالي 35 سنة. لما الوالد من 52 والورشة مفتوحة بنصنع الفوانيس، بنصنع الشغل الصبيح كله. دلوقتي بقينا نعمل شغل على الصبيح نفسه، بقت منقرشة في طباعة، بقى يعني بنطور كل مادة في تطوير في الصنع. مش واقفين على حد معين يعني. ومعانا عم سمير دوت فانوس ميداليا ده للاطفال. في بقى منه اشكال كتير، في منه الصغير بتاعه، وفي منه ابو باب، وفي القبه العربي، وفي القبه الكرشطه، مش كله زي بعض.